اليوم إذن كما لحد كل 5 جوية تم ترقية القادة إلى رتبة جنرال و يعني عميد والعمدة إلى رتبة ثانوية. العدد تاع الألوية كان قليل، من ضمن الناس اللي ترقاو كان 3 عدوا تيتر اكسبسيونيل، هي طلعوا استحقاق خاص. مش عارفين واش داروا هاد الناس، مانا في حالة حرب مانا في حالة الآخر. هذا التوامي رداوي وعاشور بوكرا والأخضر علاوي ومحمد شريف حفصي، هذوما طلعوا استثناء الى رتبة اللواء. في الألوية ما كانش يعني عدد كبير، ولا دوك شوف هادو الجراد المشروع جنرالات قنطار قنطار يا صاحبي قنطار، دوك جنرال كيما سوليوت نوط تاع زمان هكذا. والمشكل الكبير هو أن هاد الجنرالات كلهم عبارة عن أوم دو تروب جندي معلق جنرال، كلهم خوافين، ولا واحد يجرى يعطي رقي، ولا واحد يجرى يقول يا ولدي دعوة بصبابا ها واش نديرو باش تسقم والو. المهم عنده الامتيازات اللي يعيش بها، راهو بزنس، راهو يضرب في شهرية كبيرة، يبلاصي ولادو عائلتو أقاربو يحطهم من بغا، ما يحوش الباقي. خاصة انهم يعرفوا بلي قائد أركان الجيش مهبول، مش تنفوش شنقريحة مهبول، يعرف غير الحبس، والحبس في عهد شنقريحة ولا شيء عادي بالنسبة للجنرالات وألوية لجنرال ماجور، بالنسبة لهم الحبس عادي وتديها قاعة التعذيب عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يستاهلش الجيش الجزائري أن يكون بين أيادي واحد مريض نفسانيا، مريض نفسانيا، و دهور حالة الجزائر يعني الجيش الجزائري إلى درجة أنه يعني ما اليوم نشوف شو حال عندي مع القناة في الإيران، يعني مليح روح لوالو ثلاث، واحد مبركر خلاص، واحد كرشو قدام، واحد كدا، واحد روح لوالو ثلاث، ودرك شنو راح ندير بهم، راح نوليو كيما مصر. واحد الوقت في درنا البطولة العالمية لكرة السلة، البطولة العالمية عسكرية لكرة السلة، كان السيد السيسمي هو اللي كان كونسي انترناسيونال دي سبور ميليتار السيسمي. الجزائر احنا نظمنا تاع كاس في 80 وقيلا 82، درنا كاس العالم تاع كرة السلة، ومن بعد درنا تاع كرة اليد، كانت الجزائر دولة، درنا تاع المناكمة. المهم في كرة السلة اكتشفنا، انا قلت لي يطلع ذاك الوقت نشوف جنرال تاع الجيش المصري، الجيش المصري شارك في البطولة، جنرال واش يخدم ناصر دلاك يدلك في لي جوار جينيرال، ولا نضحكوا حنا ذاك، ولا نضحكوا. اما لحقنا من بعد الفتره وبي العساس تاع لابيسين يتلقى جينيرال ويخدم في تبع الجزر، من رقاه توفيق جينيرال، واحد كان يسبق في التروتوارات بالقردوح ولا رقة جنرال يسلك في التروتوار في داخل كازيما في المقر تاع لا كارنيزون داجي في ديمسوس، في الدليل يعني تبت عليه في لا مافيا دي جينيرو ذكرتو ما قلتش ما ذكروش. واحد كان يخدم في الخيوط تاع تريسيتي
ديال علاش شي غريب. نشفى كان واحد صاحبي نعيط له داك اللي تيار دار الفتره تاع الترقيات، نقول له واش شكون طلع شكون بدا؟ قول لي يا ودي كنقول لك نجيب بسينة وسربيتها وتمسح الماء وتعصر تبكي الدم قريب تعصر ويبدا يقول لي فلان فلان هاكا. اليوم رانا الدعوة عندك هذا هو اللي يخلي لك افشل عسكري على وجه الارض في كل الجيوش العالمية. اللي يعرف برحمة الوالدين، اللي يعرف كاش جنرال قائد أركان جيش في أي دولة عبر العصور عبر التاريخ، يعرف ملي كان جنرال قائد أركان جيش قعد 18 سنة في نفس الرتبة. رحمة الوالدين صحوا لي وبعثوا لي تكون عندي شجاعة ونقدم اعتذاراتي لشان قال يحقوا لي اسمح لي كنت حسب الدواء أفشل عسكري على وجه الأرض في نالمو كان أكثر منك. هذه اللي نختموا هذا الجزء الأول تاع قبل ما نختموا عندنا موضوع آخر، موضوع الرشوة. كيف يقوم تبون برشوة الشعب الجزائري؟ شوفوا هذا بند الشنقل.